اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخواني، هذه الليلة ليلة القدر، هذه الليالي كلها ليالي عظيمة، ابتداء من ليلة الضربة، ليلة الضربة أمير المؤمنين، ثم ليلة العشرين، ليلة 21. هذه الليالي ليالي عظيمة، أسأل الله تعالى بحق هذه الليالي العظيمة أن يحفظنا ويحفظكم ويمن علينا وعليكم بالأمن والأمان والصحة والسلامة. إخواني، نبدأ دعاء رفع المصاحف. افتحوا القرآن وضعوا القرآن بين أيديكم، افتحوا انشروا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقاء هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. عشر مرات بك يا الله، بك يا
شفاعته في الآخرة. إلهي بعلي بن الحسين، 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 بعلي بن الحسين عليه السلام. إلهي بعلي بن الحسين شافي جميع المرضى يا الله، المرضى المنظورين اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية. إلهي بمحمد بن علي، 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 بمحمد بن علي عليه السلام. إلهي بجعفر بن محمد، 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 بجعفر بن محمد عليه السلام. إلهي بعلي بن موسى، 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 بعلي بن موسى عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. إلهي بمحمد بن علي، 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 بمحمد بن علي. إلهي بعلي بن محمد، 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 بعلي ابن محمد عليه السلام. إلهي بالحسن ابن علي، 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 بالحسن ابن علي عليه السلام. إلهي بالحجة، 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 بالحجة عجل الله تعالى
المرضى المظلومين في اليمن، في العراق، في لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، باكستان، مشارق الأرض ومغارب الأرض، الكثير من المظلومين في أفريقيا، ادعوا لهم، ادعوا لهم بالنصر العزيز إن شاء الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمسلمين. اللهم انصر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها. اللهم وإن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا وعجل فرجا وسهل مخرجا وعجل فرجا وسهل مخرجا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.